لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه عالم غيب السماوات والأرض. يخبر تعالى أنه عالم غيب السماوات والأرض، وأنه إليه المرجع والمآب، وسيوفي كل عامل عمله يوم الحساب. فله الخلق والأمر، فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه، فإنه كاف من توكل عليه. وقوله وما ربك بغافل عما تعملون، أي ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة، وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين. روى ابن جرير عن كعب قال: خاتمة التوراة خاتمة هود، خاتمة التوراة خاتمة هود، إسناد صحيح إلى كعب الأحبار. قال في الروايات الأخرى: قال سمعت كعبا: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، خاتمة التوراة خاتمة هود. آية عظيمة القدر ينبغي التفكر فيها غاية التفكر. قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولله يا محمد ملك كل ما غاب عنك في السماوات والأرض فلم تطلع عليه ولم تعلمه، كل ذلك بيده وبعلمه، لا يخفى عليه منه شيء، وهو عالم بما يعمله مشرك قومك وما إليه مصير أمرهم من إقامة على الشرك أو إخلاء عنه وتوبة، وإليه يرجع الأمر كله. يقول: وإلى الله معاد كل عامل وعمله، وإلى الله معاد كل عامل وعمله، وهو مجاز جميعهم بأعمالهم. عن ابن جريج: وإليه يرجع الأمر كله، قال: فيقضي بينهم بحكمه بالعدل. فاعبده، يقول: فاعبد ربك يا محمد، وتوكل عليه، يقول: وفوض أمرك إليه، وثق به وبكفايته، فإنه كافي من توكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون، يقول تعالى ذكره: وما ربك يا محمد بساه عما يعمل هؤلاء المشركون من قومك، بل هو محيط بهم، بل هو محيط به بما يعملون، لا يعزب عنه شيء منه، وهو لهم بالمرصاد، فلا يحزنك إعراضهم عنك ولا تكذيبهم بما جئتهم به من الحق، وامض لأمر ربك فإنك بأعيننا. وذكر أثر
عبد الله بن رباح عن كعب قال خاتمة التوراة خاتمة هود، آخر تفسير سورة هود، والحمد لله المعبود المقصود. لما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الآيات التي قبلها أن يقول للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، وذلك استهانة بمكرهم وكيدهم وما يصدون به عن سبيل الله، اعملوا على طريقتكم واعملوا كل ما في إمكانكم، إنا عاملون على طريقتنا لن نزول عنها، لن نترك هذا الدين، لن نترك هذا المنهج، لن نترك هذا الطريق، سنثبت عليه ولن نتنازل. إنا عاملون على طريقتنا وسنفعل كل ما في وسعنا. وقد ذكرنا أن سبب الاستهانة بما يقوله الكافرون ويفعلونه هو كمال التوكل على الله عز وجل. إذا تحقق كمال التوكل، وإذا تحقق العمل قدر الطاقة، وإذا تحقق العمل على المنهج دون ترك شيء منه أو تبديل شيء منه، فالمسألة مسألة وقت، والوقت في صالحنا، سوف يظهر الحق ولا بد. ولذلك قال وانتظروا إنا منتظرون، أي سيأتي النصر من عند الله يقينا ونحن منتظرون ذلك، وسأفصل الله عز وجل بيننا. قد تسأل نفوس كثيرة إلى متى ننتظر، إلى متى سوف نظل هكذا. وكما علمنا أن سورة هود من السور المكية التي أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم والدين محاصر والمؤمنون به قلة، وما زال في حدود مكة لم يخرج منها، ونزلت هذه الآيات تبشر وأن هناك نصر آت. تسأل النفوس الكثيرة، تسأل عقول كثيرة إلى متى. أنت تأمرنا بالانتظار، فإلى متى؟ إلى متى سنظل هكذا نؤذى ونضطهد ولا يحصل ذلك النصر؟ إلى متى سيكون الانتظار؟ قد قلنا، قد بين الله عز وجل أن الزمن في صالح أهل الإيمان، وأن الانتظار والثبات على الحق وعمل الممكن وكمال التوكل هو الذي يؤمرون به، والزمن سوف يثبت أن النصر آت لا محالة. لكن متى؟ ليس لنا أن نسأل، الجواب ولله غيب السماوات والأرض، نحن لا ندري متى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأمر الله عز وجل، قال ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ماذا إلى متى سيظل ذلك؟ هذا الأمر ليس بأيدينا، ليس بعلمنا. إلى متى سننتظر؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أما متى يحصل بالفعل، كل ما هو آت فهو قريب. أما متى تنتهي الأزمة، متى يحصل الفرج على أهل الإيمان، متى يزول سلطان الشرك والكفر والمشركين والكافرين، ذلك غيب يعلمه الله، ولله غيب السماوات والأرض. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لم يحدد أجلا لهذا النصر، ولكنه قريب لأنه آت. والنفوس قد تستعجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
ولكنكم تستعجلون. ومن تأمل سنة الله سبحانه وتعالى في أنبيائه ورسله التي قص علينا في هذه السورة الكريمة لعلم أن فترة المحنة والاختبار تكون طويلة، وفترة التمكين تكون أقل. فترة المحنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمن الأحزاب، هناك هجوم، حمده الله، هجوم من الكفار والمشركين على المسلمين إلى لحظات شديدة جدا، وزلزلوا كما قال الله عز وجل وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال عز وجل وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم من من غزوة الأحزاب إلى الحديبية إلى فتح مكة فترة انتقال الأمر من أن يغزو الكفار المسلمين إلى أن يغزو المسلمون الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوهم. ثم جاء الفتح، فتح مكة، فتح الحديبية كان تمهيدا له، ثم جاء فتح مكة. يعني بعد كم سنة من البعثة؟ بعد 21 سنة من البعثة، بعثة كلها 23 سنة. فترة الفتح فيها من سنة 8 لسنة 10، يعني سبحان الله، هذا يعني سنتان وبضعة أشهر قبل أن يتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول أن الفتح دائما يكون أقل. نوح بقي 950 عاما، ثم جاء الفرج في 40 يوما، وبقي بعد ذلك يعني قيل 250 أو 53 سنة، لكن أقل من ثلث أو نحو الثلث من المدة التي قضاها في المحنة والابتلاء والسخرية من قومه وغير ذلك. متى يأتي الفرج؟ ولله غيب السماوات والأرض. متى يأتي النصر؟ ولله غيب السماوات والأرض. ودائما هو الذي يتأمل في أصل وجود البشرية على وجه الأرض يعلم أن المقصود هو وجود عباد يعبدون الله سبحانه وتعالى في وسط أجواء الفساد وسفك الدماء، وليس أن يوجدوا في وسط جو كله طاعات وإيمان. هذا الجو في السماء عند الملائكة، الملائكة مجتمعهم كله إيمان، ليس فيه إلا تقديس، ليس فيه إلا تسبيح، ليس فيه إلا عبادة، ليس هناك مخالفة ظاهرة ولا باطنة. لكن النوع البشري ولد في الأرض لكي يعبد الله المؤمنون وسط من يفسد فيها بالشرك والظلم والفساد ويسفك الدماء، حكمة بالغة. ولذلك نقول أن فترات التمكين لا تكون إلا قليلة، وهذا لا بد أن يستوعبه المؤمنون في طريقهم إلى الله عز وجل، أنهم سوف يجدون الصعاب، سوف يجدون العقبات ومخالفة الكافرين والمنافقين، ولا بد أن يعملوا بما أوجب الله عليهم من كمال التوكل التي تؤدي إلى الاستهانة بالعدو وعدم تعظيم أمره. لا يعني ذلك عدم الأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب واجب، وحساب موازين القوى واجب، وعدم الصدام بغير أسبابه واجب. ومع ذلك فلا بد من أن يصغر الباطل في قلبنا في قلوبنا، وفي نفس الوقت كمال التوكل، العمل على المنهج، العمل قدر الطاقة على تمكننا أو على طريقنا، على طريقتنا، إنا عاملون، اعملوا على مكانتكم، على تمكنكم أو على طريقتكم، على ما أنتم عليه، ونحن عاملون على تمكننا، على مكانتنا التي هي ما يمكننا أن نفعله،
على منهجنا لا نحيد عنه. ثم الانتظار الى متى؟ ليس لا تسأل، يقول لك بقى لنا سنين عمالين نسمع الكلام ده. لا، الكلام ده ما لا ينبغي ان يقوله اهل الايمان، لانه حدثت يعني يقول لك مرات عديده ونحن لا نزال نسمع هذا الكلام، مع ان هم يعني الطوائف الاسلاميه لم تصنع ما وجب عليها، فهم لم يحسنوا كمال التوكل على الله مع الاخذ بالاسباب، كما انهم لم يتمسكوا بالمنهج، بل وقعت انحرافات خطيره بسبب الجهل ورؤوس الضلال وانواع البدع المنتشره، فترتب على ذلك من الخلل ما يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعني وهو يعني معلوم للناس كانواع الخلل في الحركه الاسلاميه. وهم ايضا لم يبذلوا كل ما في وسعهم من الحق من الجهد في طريق الحق، ثم انهم يستعجلون. يبقى ولا واحده من المذكوره في الايات عملوا بها، وبعدين يقول لك في الاخر الله والله انت بقى كنت عملت اللي عليك، اصلا انت لم تصنع ما امرت به، ترتب على ذلك من الخلل ما الله اعلم به. ده لو انت نفذت كل ما ورد في هذه الايات مالكش تسال امتى ويعني متى نصر الله، تبقى غلطان لو سألت تستعجل. لا تستعجل، عليك أن تفعل ذلك، لأن كل ده استخراج للعبودية بأنواع العبودية في الأوقات المختلفة. فليس عليك إلا أن تعمل بما أمرك الله عز وجل به. طائفة المؤمنة عليها أن تعمل وتنتظر، متى؟ لله غيب السماوات والأرض. طب مين اللي هيقرر؟ من الذي يقرر ويفصل وينهي هذا الصراع؟ وإليه يرجع الأمر كله، الأمر كله لله في الدنيا وفي الآخرة، إليه يرجع الأمر كله، كل الأمر لله. الناس بتظن أن الأوامر لفلان أو للقوة الفلانية أو للدولة الفلانية أو للسلطة الفلانية أو للجماعة الفلانية، الأوامر دي كلها كده يعني أوامر كل هؤلاء الخلق كلها يعني نوع من اللعب على القشرة الأرضية. أما الملك، أما الأمر، ألا له الخلق والأمر وإليه يرجع الأمر كله. فلا بد أن نستحضر هذا المعنى، الأمر كله إلى الله، الموت والحياة والعز والذل والخفض والرفع كل ذلك بيد الله، الضر والنفع إليه يرجع الأمر كله، هذا في الدنيا، وفي الآخرة الجزاء، الله عز وجل يرجع إليه أمر الخلائق، النصر الهزيمة، التمكين الاستضعاف، كل ذلك داخل في هذا العموم وإليه يرجع الأمر كله. ذكر الجر والمجرور مقدما على الفعل والفاعل هو أصل كده، يرجع الأمر إلى الله، يرجع الأمر كله إلى الله. طب إيه فائدة تقديم وإليه؟ التوحيد، الاختصاص كما يقولون في اللغة العربية، يقولون تقديم الجر والمجرور أو المفعول على الفعل والفاعل للاختصاص أو للاهتمام، وكلاهما يستفاد من هذه الآية الكريمة. للاختصاص يعني إليه وحده عز وجل، هو سبحانه وحده الذي له الأمر، وإليه يرجع الأمر كله، إليه وحده، كما في قوله عز وجل في الفاتحة إياك نعبد، معناه إياك نحن نعبدك وحدك، وإياك نستعين نستعين بك وحدك، إليه يرجع الأمر كله. وللاختصاص هو وحده الذي يفصل في الأمور، كما قال الله عز وجل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، لم يجعل الله له أن ينزل العذاب أو يحقق النصر أو يهلك الكافرين، بل قال ما عندي، أمره أن يقول ما عندي ما تستعجلون به. ولو أنه جعل له الأمر لكان في لحظة من لحظات الحزن والضيق يأمر أن يطبق الله عز وجل عليهم الجبال وأن يدمرهم تدميرا وأن ينزل بهم بأسا، فيقضى الأمر المخالف للحكمة. الحكمة أن يطول زمن المحنة، أن يطول زمن الاستضعاف، لتظهر أنواع العبودية في وسط الفساد وسفك الدماء. سبحان الله. ولذلك قد يضيق الناس ويأسون، والحقيقة أن من استحضر أن الله هو الذي يرجع الأمر إليه، يرجع الأمر كله ليس إلينا، لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام، بل لو جعل إليه صلى الله عليه وسلم لقضي الأمر بينه وبين أعدائه، فكيف وقد يعني جعله الله في الحلم والصبر بالمنزلة العالية، فوض إليه الأمر مرة لعلمه سبحانه وتعالى بأنه في تلك اللحظة سوف يختار الصبر والحلم، عندما أرسل إليه ملك الجبال مع جبريل عليه السلام يستأذنه أن يضبق عليهم الأخشبين لو شاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. كان في أشد اللحظات، ما وجد يوم كان يوم أشد عليه من يوم الطائف وثقيف، وانطلق مهموما على وجهه، لم يستفق إلا بقرن الثعالب. جاءه جبريل معه ملك الجبال يقول له إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. سبحان الله، لم يجعل له الأمر إلا في لحظة علم الله فيها أنه سوف يختار الصبر والحلم. لكن لو كان الأمر إليه في كل الأوقات لقضي الأمر، لا نازل لهم العذاب، لأنه سوف يمر عليه كبشر لحظات يتمنى أن يخسف الله بهؤلاء، والحكمة تقتضي بقاءهم مدة من الزمن، يفسدون في الأرض ما يفسدون، ثم يغير الله عز وجل الذي إليه يرجع الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، موازين القوى بيده، القسط بيده، الميزان يخفض ويرفع، سبحانه وتعالى يغير موازين القوى لصالح المؤمنين ويجعلهم أكثر نفيرا، يرد لهم الكرة على أعدائهم ويمدهم بأموال وبنين ويجعلهم أكثر نفيرا فينتصروا. متى يحدث ذلك؟ لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فإياك أن تقول تظن أنك إذا دعوت مثلا فلا بد أن يستجاب الآن. قلت ما حملين ندعي عليهم، ربنا ينتقم من اليهود، ربنا ينتقم من العلويين، ربنا ينتقم من الملحدين ومن النصارى والمنافقين، أصل مش ليك الأمر. وقد هذه الدعوات مستجابة في الدنيا أو مؤجلة يوم القيامة أو صرف الله عنك من السوء مثلها وليس لك الأمر، الله إليه يرجع الأمر كله في الدنيا، وأمور العباد ترجع إليه في الآخرة، أمور العباد ترجع إليه في الآخرة، وعلي على ذلك يحاسبون، كل الأمور إليه سبحانه وتعالى. طب إيه الواجب؟ الواجب إياك نعبد وإياك نستعين. الواجب فاعبده وتوكل عليه. يبقى الواجب تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. نعمل إيه؟ ندور إيه اللي ممكن من عبادة الله سبحانه وتعالى ونفعله. لم نكلف ما لا نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت،
هذا من رحمة الله عز وجل أن لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به، فاعبده في وقت ممكن تحرم من العبودية أبدا. ولو أنت لو مقيد إيديك ورجليك تستطيع أن تصلي بقلبك، تومئ برأسك، تومئ بعينك، قد وقع ذلك من عباد الله الصالحين في أحوال يعني خير في الجملة من أحوالنا. في صحيح البخاري معلقا عن أحد التابعين يقول: رأيت عطاء وسعيد بن جبير والحجاج يخطب يصلون بالإماء. الحجاج بيخطب من الجمعة لحد قرب المغرب، يبقى وقت الجمعة ايه؟ بيضيع، محدش قادر يقول له الصلاة أيها الرجل. فمين دول بقى؟ يعني عطاء وإيه؟ وسعيد بن جبير، تلامذة ابن عباس، علماء الأمة في الحقيقة. بيصلوا ازاي؟ بيصلون بالإيمان، بيصلوا ظهر. تخيلوا خلاص الوقت هيروح وقاعدين يسمعوا كلام فارغ، وبالك يعني يهرف عمال يتكلم على أحوال الخلفاء بتوعه والأمراء بتوعه، ويقعد يمدح فيهم ويثني عليهم من الظهر لغاية قرب المغرب. خلاص ده العصر قرب يروح كمان، ومحدش يقول له قوم صلي أيها الرجل. الحسن بيقول: تحته 100,000 أو يزيدون يطيل الخطبة و يعني يضيع وقت الصلاة، لا يقول له رجل الصلاة أيها الرجل، هيهات منع من ذلك السيف والصوت. والصوت اللي هو الايه؟ الكراميج، يعني الضرب. سبحان الله، يعني الناس مش قادره تصلي. طب ما انت عمال تصلي الحمد لله، يعني مش قادرين يقوموا حتى كمان يصلوا في بيوتهم ولا حاجه. لا، ده هو لو قام هيتقتل، ولو اتكلم هيتقتل، لو اي حاجه وقاعد يصلي. عشان كده الناس انخنقت جامده جدا، والفقهاء 34,000 خرجوا مع ابن الأشعث من كتر ضيقهم، مع ان كان غلط الخروج ده، وابن الأشعث كان قائد من قواده وزعل منه في حاجة، ولكن كان أتقى لله سبحانه وتعالى. سموها ثورة الفقهاء، لأن القراء 30,000 واحد اتقتل في واقعة دير الجماجم، عامتهم من حفاظ القرآن ومن الايه؟ ومن الفقهاء، من كتر الهم اللي هم كانوا فيه. وبعد بس كده غلط، كان خطأ من الأخطاء. هرم بعدها سعيد بن جبير 20 سنة، بس قبلها كان بيصلي إيه؟ إيمان. الكلام ده في البغاء، يعني سبحان الله الإنسان. عشان كده بقول لو أنت حتى بتكتف هتصلي إيه؟ هتصلي بالإيمان. لو أنت من شدة الخوف، شدة الخوف زي متكتف بالظبط. يعني عشان بعض الناس تفتكر إنه لازم يكون متكتف بجد، لا، الضرر المعنوي بمنزلة الضرر الايه؟ الحسي. فالعبادة، يبقى نعبد ربنا سبحانه وتعالى على اي حال وفي اي وقت، وننظر ما المتاح من انواع العبودية. تسبيح مثلا، تحميد، تكبير، ده الملائكة مش بيفتخروا، لكن بيذكروا ما لهم من فضل، بانه ايه اللي ايه؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، التسبيح وتنزيه الرب عز وجل عن كل نقص. فالتسبيح والحمد عبادات، لو ما فيش الا كده فبالك فضلا بقى عن قراءه القران الذي هو اعلى من هذه الكلمات العظيمه: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. انواع العبوديه كثيره جدا ما لهاش يعني ايه. احنا مشكلتنا ان احنا العباده عندنا روتينيه، اول ما نبص نلاقي في نوع منها وقف يحصل لنا ايه؟ احباط، يحصل لنا تعب. مع ان انت تدور في انواع العبادات انواع كتير، تبص تلاقي دي تسدت اتفتحت واحده ايه؟ واحده تانية. ولذلك فما فيش حاجه ان الواحد هيتوقف عن العباده. الايات دي نزلت على رسول الله وهو فين؟ وهو في مكه، وهو مضطهد، وهو مستضعف. المسلمون هو مش قادر يدافع عنهم صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لهم صبرا الا ياسر فان موعدكم الجنه، ما يعرفش يزود على كده صلى الله عليه وسلم. فالعباده وكمال التوكل، كمال العباده
فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. يبقى إذا احنا حققنا العبادة حققنا التوكل فالله أعلم بنا وأعلم بهم، يعلم ما يصنعون وما يمكرون وما يكيدون، ويعلم أيضا ما نعبده به ونتوكل عليه على قد قدر كل واحد يعطيه الله عز وجل، وما الله بغافل عما تعمل. فنهاية المطف نهاية الأمر، الأمر ما قاله في النهاية إلى إيه؟ إلى تحقيق النص. بناء على ماذا؟ بناء على القدر الذي تفعله من العبادة والتوكل، من تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، ويعني الشهود أنه الذي يدبر الأمر، وأنه ليس بأيدينا لا تحديد موعد ولا تحديد نهاية معينة، بس احنا طبعا ما بنستحملش، بقول بل ان زيادة المحنة زيادة البلاء دليل على رفع الدرجات، لان اللي بيعبدوا ربنا في وسط الهرج دول مين؟ امثال المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة الي، بس احنا ما بنستحملش، عايزينها تبقى سهلة، عايزين تبقى الامور مفتوحة، واول ما يحصل ضيق في حاجة ما بنستحملش، اللهم اغفر لنا. لكن هي سبحان الله هذه طريق الأنبياء، عشان كده ان دي خاتمة التوراة، يعني آية فعلا يعني حق لها ان تكون يعني خاتمة هذه السورة التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا حاجة تخلي الإنسان يجمع بقى السكة كلها ويجاوب على الأسئلة كلها، يجاوب على الأسئلة اللي تطرأ على السائلين في طريق يعني مقاومة الباطل. ونسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعافينا من كل سوء وبلاء. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.